والعلم بالله نور جل حامله، وفاز بالسبق إيمانا وإحسانا، من مثله في الورى الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في نصوص الكتاب والسنة الأمر بتلاوة القرآن والإكثار من ذلك. الأمر ما يتوقف على التلاوة فقط، بل أمر الله تعالى بتدبر آياته وتفهمه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمقصود الأعظم والمطلوب الأهم هو تدبر القرآن وتفهم آياته والوقوف عند عجائبه. فقراءة القرآن بتدبر فيه تنشرح الصدور وتستنير القلوب وتشفى من جميع عللها. قال تعالى: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فقراءة القرآن بتدبر فيه شفاء للصدور من الشكوك المفسدة للعقيدة، فيه شفاء من الوساوس والحسد والغل والقلق، فيه شفاء من الهموم والأحزان والغموم والتفكير المحرم. ومن تأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته للقرآن عرف مدى عنايته بقراءة القرآن. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: قمت ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها استعاذة تعوذ. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن يقرأ علي. قال: فقرأت سورة النساء حتى جئت إلى الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. قال أبو ذر: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى الصباح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا حال الصحابة مع القرآن. قال عبادة بن حمزة: دخلت على أسماء رضي الله تعالى عنها وهي تقرأ قول الله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فوقفت عند هذه الآية فجعلت ترددها وتدعو الله. قال: فطال علي ذلك فخرجت إلى السوق فقضيت الحاجة، ثم رجعت وإذا هي تعيد هذه الآية وتدعو. هكذا كان حالهم مع القرآن، يقرؤون القرآن بتدبر وخشوع. فينبغي على المؤمن تلاوة القرآن كما أمر الله سبحانه وتعالى، يقرأه بتدبر وخشوع. من الأسباب والأمور التي تعين على تدبر القرآن والخشوع عند تلاوته: أولا، إخلاص النية. قال تعالى: فاعبدوا الله مخلصا له الدين. أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته للقرآن. تلاوته للقرآن يكون لله سبحانه وتعالى، يكون لكي يتزود من الحسنات ويرفع الجهل. إذا كان مثلا إماما قارئا، مثلا إذا كان معلما، فيتجنب التصنع أمام المخلوقين، يعني يقرأ القرآن لوحده، يقرأ القرآن أمام الناس بنفس النمط وبنفس الأسلوب، لا يحرص على تحسين الصوت أمام الناس، وعندما يكون وحده لا يهتم بقراءته. يكون هدفه وقصده من قراءة القرآن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تقرب لله سبحانه وتعالى، تزود من الحسنات، ويتجنب الحرص على اكتساب محامدهم وثناء الناس وحب الناس. قال العلماء: الإخلاص هو استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية العمل وطلب الثواب الآخرة. استواء المدح والذم من العامة يعني يمدحوك أو يذموك، ما يغير فيك شيء، يكون عندك نفس الشيء، لأنك القصد من قراءتك للقرآن هو الله سبحانه وتعالى، طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، طلب ثواب الآخرة. إخلاص النية لله، هذا أول سبب
الذي يعين على تدبر القرآن والخشوع عند تلاوته. من الأمور كذلك أن تعلم أن الكلام المتلو هو من الله لفظه ومعناه، أن تستشعر أن هذا الكلام تقرأه هو من الله، الله سبحانه وتعالى أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظه ومعناه من الله، فهو أصدق الكلام وأحسن الحديث. أن تستشعر بأن الله سبحانه وتعالى يخاطبك عند تلاوتك للقرآن. من الأمور أيضا الذي يعين على تدبر القرآن تعلم تفسير القرآن، تعلم معاني القرآن، فإن الحكمة من إنزال القرآن هو أن نتعلم معانيه ثم نتعظ بهذه المعاني، وإلا فما هي الحكمة من إنزال القرآن؟ إذا لم يتحقق تفسير القرآن وفهم معاني القرآن فالقرآن يصبح مجرد ألفاظ ولا تأثير له، فيجب أن نتعلم معانيه لكي نتعظ به. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من عدم تدبر القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الأقفال، قفل على القلب يمنع وصول الخير إلى القلب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كان السلف الصالح يحرصون أشد الحرص على أن يتفهموا ويتعلموا معاني القرآن لفظا ومعنى، لكي يتمكنوا من العمل بالقرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن العمل بشيء لا تعرف معناه. قال عبد الرحمن السلمي: حدثنا من يقرؤوننا القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان بأنهم كانوا يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيه من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. قال شيخ الإسلام: والعادة تمنع القوم من قراءة فن من العلم كالطب والحساب دون أن يستشرحوه، فكيف بكتاب الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ومن الأمور أيضا الذي يعين على تدبر القرآن والخشوع أن نعلم جيدا أن الحكمة من إنزال القرآن هو العمل به، الحكمة من إنزال القرآن العمل به والتخلق بأخلاق القرآن. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. قال جرير بن طبري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: الذين يتلونه حق تلاوته، قال: يعني الذين يعملون به حق عمله. قال أبي موسى الأشعري: فاتبع القرآن ولا يتبعكم القرآن، فمن اتبع القرآن هبط به في رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه وقذف في النار. قال الحسن البصري: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. لذلك ما جاء من التحذير عن البعد عن القرآن والتجافي عن القرآن، كل ذلك يدل على فضل العمل بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الليلة رجلين، في الحديث الطويل، ثم ساق الحديث إلى أن قال: فانطلقنا فأتينا إلى رجل مضجع، فإذا برجل آخر بيده صخرة، فيهوي بهذه الصخرة إلى رأسه، فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبعه فيأخذه، لا يرجع حتى يعود رأسه كما كان، ثم يفعل كما فعل في أول المرة. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي يثلغ رأسه، قال: هو الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية قال: هو الرجل الذي علمه القرآن فينام عنه في الليل ولم يعمل به في النهار. فينبغي للمؤمن أن يعظم هذا الكتاب، يعظم القرآن، ويتلوه حق تلاوته، ويفهم معانيه، ويعمل به، ويتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا القرآن حجة لك أو حجة عليك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا لكتابه من التالين وبه من العاملين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا حجة لنا. مضى يعلم دين الله ينشره في ثوب مجتهد فقها وبرهانا. قرآن에서 하나님이 말씀하시길 أفلا يتدبرون قرآن أم على قلوب أقفالها. 이것의 의미는
코란을 이해하고 뜻을 알면서 익혀야 합니다. 뜻과 이해를 하면서 읽으면 마음의 병이 사라지고 마음도 깨끗해지면서 마음이 편해집니다. 왜냐하면 하나님이 코란에서 말씀하시길 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 이와 같이 우울한 게 사라지고 하나님과의 한몸이 되어집니다. 예를 들어서 예언자가 꾸란을 뜻과 꾸란을 이해하면서 읽은 것처럼 우리도 따라해야 합니다. 후대이파 라디알라우 안후가 어느 날 예언자와 기야멜레일을 같이 하는데 예언자는 꾸란에서 제일 긴 바카라 소자를 읽었습니다. 심지어 읽을 때 뜻과 단어를 모두 이해하면서 읽기까지도 했습니다. 후대이파 라디알라우 안후는 백 문단까지 읽을 거라 생각했는데 예언자는 바카라를 다 읽고 두 번째로 제일 긴 알 음란도 끝내고 니사를 읽었습니다. 예언자는 이것을 모두 천천히 읽고 만약 지옥에 관한 이야기가 나오면 멈추고 아우두빌라를 읽고 만약 테스비히가 나오면 테스비히를 읽었습니다. 압둘라 빈 마스우드 라디알라우 안후가 말하길 어느 날 예언자가 압둘라 빈 마스우드 라디알라우 안후에게 다가온 후 니사를 읽어달라고 요청했습니다. 압둘라 빈 마스우드 라디알라우 안후는 예언자에게 내려온 꾸란인데 왜 내가 읽어야 하냐고 말하고 예언자는 괜찮다며 내 귀로 듣고 싶다고 압둘라 빈 마스우드가 읽고 있다가 예언자를 보니까 눈물이 나는 걸 목격했다고 합니다. 우리는 예언자처럼 행동해야 합니다. 몇 가지 행동들이 있습니다. 첫 번째, 꾸란을 하나님을 위해 읽습니다. 왜냐하면 선행을 올리면서 꾸란에 관한 정보를 터득합니다. 그리고 사람들을 의식하면서 읽으면 안 됩니다. 예를 들어서 집에서는 대충 읽다가 사람들 앞에서 읽을 때는 좋은 목소리로 읽지 말아야 합니다. 집이든 사람들 앞이든 모두 동일하게 행동해야 합니다. 두 번째, 꾸란은 하나님의 말씀으로 이루어진 것임을 감안하면서 읽어야 합니다. 이 꾸란은 하나님의 올바른 말이며 틀린 게 하나도 없는 것을 알고 계셔야 합니다. 이 꾸란은 하나님의 올바른 말이며 틀린 게 하나도 없는 것인 것을 알고 계셔야 합니다. 또한 꾸란을 읽을 때 하나님과 대화한다는 것을 느껴야 하고 이 꾸란이 나에게 쓰여진 것이라고 느껴야 합니다. 세 번째, 꾸란의 해석본을 알아야 합니다. 왜냐하면 해석본을 안 읽으면 신문지를 읽는 것과 마찬가지가 되기 때문입니다. 그리고 أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ قُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا 만약 해석본을 읽지 않는 사람이 있다면 그 사람들은 마음의 자물쇠가 잠긴 것입니다. 무슨 자물쇠냐면 선행과 와닿지 않기 위해 막혀진 자물쇠와 같습니다. 예언자와 같이 지도받았던 사람들은 예언자에게 10개의 단어를 받고 그 해석본까지 완벽하게 이해한 후 나머지를 배우려고 노력했습니다. 네 번째, 꾸란이 사람들에게 알려진 이유가 인생을 똑바로 하고 성격이 꾸란과 같이 좋아져야 합니다. 그래서 예언자는 성격과 인생이 꾸란과 완벽히 똑같습니다. 꾸란은 읽는 것만으로 끝나지 않습니다. 꾸란을 이해하고 터득하면서 좋은 짓들을 하고 안 좋은 짓들은 하지 말아야 합니다.